دوس يلا دوس. هدوس ايه بس؟ انا خايف يطلع بيشتغلنا ومش اللعبه اصلا ويودينا في داهيه. داهيه ايه اللي هنروحها اكتر من اننا في السجن؟ دوس يا عم، خلينا نرجع للعب تاني ونخرج من هنا. بس خلي بالكم الليفل ده مفهوش لا تراجع ولا استسلام، يعني لو دخلت يبقى هتكمل لحد الاخر، مش بعد كل الترتيبات دي والاجتماعات اللي عملناها دي تتسحب. اللعبة هتبدأ دلوقتي وهتنتهي يوم 12 شهر 12، افتكروا اليوم ده كويس. ولو دوستوا ان هديكوا اول هدية من غير اي لعب، وهي اخرجكم من السجن وهيتشال من عليكم اي تهمة. تهمة يا باشا؟ انا عندي حاجات اكبر من تهم، انا عندي مؤخر ونسرين وبتاع، انت فاهم يعني. حتى مؤخر نسرين يا ويسو هخلصك منه. يلا قدامكم 20 ثانية عشان تقرروا. يلا دوس دوس. لا مش هدوس، مش هدوس يا مصر. انا الفترة اللي قعدتها في السجن علمتني حاجة واحدة بس، ان انا ما ادوسش كده على الفاضي، لازم اقعد. الفترة اللي قعدتها في السجن، انت بقالك اسبوعين في السجن، دوس يا ابني، خلينا نخرج من هنا يلا. ماشي. على فكرة لبس السجن الأزرق أحلى عليكي من الأبيض يا حب. بجد يا قلبه؟ بس أنا حاسة يعني إن هو مدخنني شوية. بالعكس، ده هياكل منك حتة. عارفة يا يسو، من ساعة ما جيتي قعدتي معايا في السجن هنا هو أصبح جنة. أنا بيتهيألي إن أنا ممكن آخد تأبيده وأكمل حياتي هنا عادي. يا الله، أنا أبقى معاك في أي حتة ما دام أنت فيها يا يسو. كل يا قلبه، كل. مفيش، مش كفايه ما خلصتش العدس بتاعك النهارده في الفسحه؟ عايز المأمور يزعل منك ولا اقول بقى ان العدس اللي انا طبخهولك بايديا ما عجبكش؟ بالعكس، ده اي حاجه ايدك بتلمسها بتتحول لشهد. طب كل حته، كل حته. ليه يا ويسو؟ كل حته صغننه. طب خلاص براحتك يا حبيبي، امسك بقى عشان اكملك البلوفر اللي انا وعدتك بيه، اصل الدنيا بتبقى ساقعه قوي بالليل في الزنزانه. ببقى سقعان قوي في الزنزانه. لا يا حب، ده هيدفيك ما تقلقش. فاكره يا يسو قوي لون جيتي لي السجن لما عنا نجري ورا بعض لغايه مكتب المأمور؟ ودي حاجه تتنسي؟ انا ساعات بيبقى نفسي اقف في نص الساحه واصرخ باعلى صوتي واقول انا جوزي اوسم سجين في الدنيا. نفس الدنيا كلها تشوفك بعينيا يا وسيم. تخيل ان كل ابرياء العالم نفسهم يخشوا السجن عشان يقعدوا معاك يا يسو. طب ضم ايدك يلا. اضم ايدي يا يسو؟ ضم ايدك يلا. اضم ايدي يا يسو؟ هي الحاله جات لك تاني؟ الحاله جات لي يا يسو. بقول لك ايه، اتعدل معايا بقى، انا مش كل يوم اعالجك. ايه ده؟ فكوني فكوني، ايه اللي حصل؟ ضم ايدك. انا اسف يا معلم سيدو. امسكوه. الحاله جات لي. مش هسيبك. فكوني يا عم، فكوني قدامي.